درت واحد وقفة قصيرة لتوجيه الكاميرا. نمسح لكم الشاشة شويش باش بور لا فيزيون تكون كلير. لي زيماج غتلاحظوا يعني اللون الرمادي الداكن هو اللي مدوميني، هو اللي مسيطر على الصورة. علاش؟ لان عمني لو 8 مارس 8 مارس 2018 ما عرفتش علاش زعما كتخرج لي هذا 2018. رجعت بكم 100 عام للوراء. قلت 8 مارس راكم كتعرفوا النهار ديال المرأة، وانا بصراحة ما غادي نقول لكم شيء ضد هذا النهار هذا، ولكن هاد قوة الايام الاحتفال بالايام هي عادات. يمكن نهتموا بالمرأة في واحد النهار ولكن نطحنوها ونتكرفسوا عليها 300 وشحال في العام 65 64 يوم. اذا نزول غير هذا النهار هذا، خليها دير اللي بغات. نو سي با سا. المرأة هي أخت، هي زوجة، هي أم، هي خالة، هي عمة. خصنا نتعاملوا معها بهذا يعني بهذا الاحترام وهذا التوقير وهذا العطف اللي هو خصو يكون عادي جدا. يعني فحال نقولوا يوم الابن، ما ولدك راه تحن فيه بغيتي ولا كرهتيه وغتضحي من اجله، ولا هذا هي مسألة التربية. ما هذه المسألة ديال الاحتفال باليوم العالمي بحال اليوم العالمي للمدرس، أعطيه ذاك النهار يهضر في الميكرو وكذا، ولكن من بعد عاوتاني كنبداو نشرملوا فيه. ولهذا هذه المسألة ديال الأيام العالمية هي وذكر واخا، ولكن راه ماشي هذا هو الحل. اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، إيوا غنحبسوا ذاك النهار، إيوا لا غدا ليه كتكمي داكشي اللي ما كميتيش البارح. اذا حنا في المنطقه المعروفه بمارينا سمير، وهاد قوت لي سمير وهاد قوت كما قلت لكم. هاد المنطقه هي هادي شاطئ الريفيين اللي على اليمين على اليسار عفوا، وهنايا مجمع ديال الامين، صراحة هاد المنطقة هادي منطقة رائعة. اش غادي نقول، خصك تمشي هنا بالسيارة او دراجة. الى لاحظتوا واحد الممر هنا على اليمين اللي كاين دوك لي زوب يعني دوك الحواجز السوداء، اليمين واليسار بيان سور، هادي الدراجات العادية. وواحد لو باساج من الكازون اللي على اقصى اليمين راه تقريبا باللون احمر، اللون ديال الياجور. هذاك خاص بالمشاة، يعني الناس اللي كيمشيو الراجلين اللي كيمشيو على رجليهم. وهاد المنطقة هادي كلها هكا، يعني مرة كتلقى شي فجوة فيها شي حانوت ولا شي مقهى ولا شي مطعم، وما تبقى خلاص كلها طريق. ولهذا انا غادي نوقف التسجيل هنا لان هادشي سي كيتعاود، وملي نقربوا للرينكون نعاود نتفكركم.